إبراهيم حسن من القيد في قائمته بسبب المنشطات. نادي بيراميدز استبعد إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق من القيد في القائمة الأولى المحلية والأفريقية بسبب تعرضه للإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بعد ما ثبتت إيجابية عينة المنشطات اللي خضع عليها اللاعب في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام حورية كوناكري الغيني. وبعد أيام تم اختيار النادي عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه، وقرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن في قائمته المحلية الأولى والأفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 شهور لتحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حسن نية اللاعب في عدم تعمد تعاطي المنشطات. خلينا نقف عند النقطة دي، وفي الحقيقة يعني مش لاعب واحد اللي بيقع في الموضوع ده وما بيبقاش مقصود، عشان نقول يعني هو ايه الاحتمالات واردة، ولكن اللعيبة كلها بقت فاهمة ان انت بتلعب في بطولة كبيرة وبتلعب في الكونفدرالية، فوارد جدا بعد ماتشه امام حورية كوناكري الغيني اللي كان في نص نهائي الكونفدرالية ان هم يستدعوا اي لاعب، بياخدوا اللعيبة او ياخدوا عينة عشوائية، هو بيقول ده ممكن يلاقيه مقدم اداء جيد جدا فيشك فيقول لك انا عايز احلل اللاعب ده منشطات. لما بيجوا يحللوا بعض اللعيبه بتبان عندهم النتيجه ايجابيه، هو ما بيبقاش واخد منشطات برضو، خلينا نقول لغايه دلوقتي سلامه النيه ان ابراهيم حسن ما كانش واخد منشطات، بتطلع العينه ايجابيه لان ممكن يكون واخد دواء مثلا، الدواء ده مدرك ضمن قائمة المنشطات أو في جزء منشط وهو ما يعرفش فخده بطريقة غير مباشرة. بعض اللاعبين قبل كده أعلنوا إن هم طلعت نتيجتهم إيجابية لأن كان عندهم مشكلة في الغدة وكانوا واخدين كابتن بركات لو نتذكر مع بعض وكان بياخد أدوية للغدة وكده تطلع العينة إيجابية، لكن هو مش واخد منشطات، هو الأدوية اللي بيبقى واخدها لما بيجي يتحلل بتطلع العينة إيجابية، ما بتبقاش منشط ولكن ممكن يكون دواء معين ضمن تركيبته تطلع العينة إيجابية. فنتمنى بإذن الله إن ما يكونش اللاعب يعني واخد منشطات ولا حاجة، وفي جلسة الاستماع أكيد إن شاء الله هنعرف كل التفاصيل.